التحية من إقليم اليوسفية. إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم اليوم في إقليم اليوسفية، هذا الإقليم اللي هو تابع لجهة مراكش أسفي. إذن هذا الإقليم باش غادي نهضروا عليه بعد غير التموقع ديالو فين جا، لأن بزاف ديال المغاربة بطبيعة الحال ما كيكونوش عارفين هذا الإقليم فين جا بطبيعة الحال. إذن إقليم اليوسفية جا في الجزء، لأن كاين في الجزء الجنوبي الشرقي ديالو كاين المنطقة ديال دكالة، كاين كنلقاو عبده، كاين من الشرق والشمال الشرقي كاين جوج ديال الاقاليم، كاين مراكش والرحامنه، وكنلقاو في الشمال ديالو كاين اقليم سيدي بنور بطبيعه الحال، وعنده حدود كذلك مع اقليم اسفي، ومن الجنوب الغربي والجنوب الشرقي كاين جوج ديال الاقاليم، كاين اقليم الصويره واقليم شيشه. وصراحه التموقع ديال اقليم اليوسفيه عنده واحد الخاصيه، لان ملي تنهضروا على هذا التموقع على المعطيات طبيعه الحال الطبيعيه، وكنلقاو لان التضاريس ديال الاقليم كيغلب عليها الطابع ديال الانبساط، وهنا كنلقاو جوج ديال الوحدات اللي هما اساسيتين كنقولوا حنا في التكوين ديال الهضرنا على التكوين الجيولوجي بطبيعه الحال، لان كنلقاو الهضبه ديال القنتور اللي كاينه في الشمال والشمال الغربي، وبطبيعه الحال لان هذه الهضبه ديال القنتور غنيه بالمعادن والفوسفات والجبس والرخام، وكذلك حتى كاينه الوحده الثانيه اللي كنلقاو فيها السهل ديال الحمر، لان هذا السهل ديال الحمر اللي كيمتد في الوسط الجنوبي، والارتفاع ديالو هذا ما كيتعداش 300 متر، لان صراحه اقليم اللي هو عنده مؤهلات وخصوصيات كيعتمد على الفلاحه، ولكن مستقبلا ان شاء الله ماشي بعيد بزاف، اذا غادي يكون واحد الموقع اللي غنتكلموا عليه اليوم، وهو الموقع ديال ايغود، لان واحد المستقبل كبير كيتسنى هذا الموقع، وخاصة في السياحة العلمية والثقافية. إذا هذا الموقع بالنسبة للناس اللي تيتصنتوا لنا، واللي وبالأخص ولاد البلاد، الناس اللي كاينين بطبيعة الحال كاين اللي خارج المغرب وبغى يعرف أن الإقليم ديالهم إن شاء الله راه عن قريب غادي يعرف واحد كنقولوا حنا واحد القفزة نوعية، وخاصة في هذا الموقع ديال إيغود اللي غنتكلموا عليه اليوم، لأن هذا غادي يعطي واحد الدفعة كبيرة، لأن فيه مشاريع كبيرة وفيه تهيئة، وبطبيعة الحال غادي يولي هذا الموقع ديال إيغود اللي غنتكلموا عليه اليوم أنه بحكم قريب من القطب السياحي ديال مراكش، لأن غيوليو بزاف ديال الناس من مثلا من مراكش اللي غادي معروفة بالسياحة العالمية، غادي يوليو إن شاء الله يجيو لهذا الموقع ديال إيغود، وبطبيعة الحال حتى المغاربة ما يتحرموش من هذا الموقع اللي غادي تكون فيه بنيات تحتية أساسية، فيه ولوجيات، فيه طرق، فيه فنادق، فيه بزاف ديال، فيه كذلك واحد المتحف، وغادي يكونوا فيه بزاف ديال هادشي، كل شيء غادي نتكلموا عليه. إذا غادي ندخل لإقليم اليوسفية، وغادي يكون في الاستقبال ديالي الأستاذ مصطفى حمزة، باحث في التاريخ وهو من أبناء البلد بطبيعة الحال. إذا تكلمت قبيله على الهضبة ديال القنتور، حنا غادي نطلعوا لهاد الهضبة وغادي نتكلموا على الإقليم ديال اليوسفية. إذا سي مصطفى مرحبا بك معنا. شكرا لك سي مصطفى، أنا راه ضيف عندكم اليوم. مرحبا. وحتى المستمعين راهما ضياف بطبيعة الحال في هذا الإقليم اللي هو صراحة عزيز وغالي هذا الإقليم بطبيعة الحال. إذا سي مصطفى، غير قبل ما غادي ندخلوا نتكلموا شوية على الإقليم، وأنت تبارك الله أستاذ باحث في التاريخ، أنا بديت بواحد المقيطع ديال الملحون، وكاينين بزاف ديال الناس غير باش نوضحوا غيقول لك أشنا هي العلاقة ديال هذا الملحون بالإقليم ديال اليوسفية، وكما سي مصطفى راه أستاذ باحث غادي سي مصطفى غادي نعرفوا منه بزاف ديال الحوايج، لأن بحكم أن مدينة اليوسفية في واحد الوقت ملي عرفت الفوسفات تقريبا في 1929 ملي تكتشف الفوسفات من طرف الجيولوجي الفرنسي لوي جونتي، لان هذا كان خليط سي مصطفى. اذا سي مصطفى كمل من عندك، حنا بغينا نعرفوا اكثر واكثر، انت استاذ باحث في التاريخ سي مصطفى. شكرا اولا سي مصطفى، ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. مرحبا. باقليم اليوسفية. نعم. بالنسبه لهذا النوع من الغناء اللي تحدثتوا عليه، نعم، لا ننسى بانه بالنسبه لاقليم اليوسفية هو إقليم، نعم، يعتبر منطقة ديال العبور، ديال العبور طبيعة الحال ما بين أسفي وما بين مراكش. مراكش نعم. ومنطقة دائما كهاتي منطقة كتجمع كذلك حسب يعني داك التقديم اللي قدمتي ديال الحدود، نعم،
أن منطقة كتعرف تداخل ديال ثقافات متعددة. نعم سمعت. وبالنسبة للأندلسي وبالنسبة للملحون وغيره من يعني الأنماط الغنائية بالنسبة لهذا الإقليم المتواجد فيه فهو له ارتباط باستخراج معدن الفوسفات. نعم. ومعدن الفوسفات من اللي بدأت فرنسا وشرعت في الاستغلال دياله. نعم. كان لابد من التفكير في تشغيل أولا أبناء المنطقة. نعم. وشغلاتهم ولكن أبناء المنطقة بالنظر لحبهم للفلاحة وبالنظر نعم. لكون الوضعية في تلك الفترة لم تكون يعني بالنسبة لهم كتعجبهم أكثر. نعم. كانوا كيهربوا من العمل في الفوسفات. نعم. وهذا جعل الأوروبيين أو جعل الفرنسيين نعم. أنهم يبدأوا يبحثوا على بديل. نعم. وكان البديل هو أنه جلب ناس من مناطق أخرى إلى مدينة اليوسفية. نعم. إلى مدينة اليوسفية خاصة المراكز العمالية مثلا المزيدة والسحمد وكذلك البلوك بالنسبة للمركز ديال المدينة شكل فيه ناس من مناطق يعني جاءوا من بني ملال جاءوا من المناطق الجنوبية جاءوا من الشمال جاءوا من الشرق وشكلوا لنا واحد يعني واحد تشكيلة بشرية وشكلوا لنا كذلك حتى واحد تنوع في النمط الغنائي. طبيعة الحال إذن هنا كانوا إذن كنقولوا هنا كانوا واحد الخليط من خليط بشري واللي بطبيعة الحال لأن ملي أنا قدمت الملحون لأن كما قال سي مصطفى وحسب الدراسات واللي دار سي مصطفى اللي هو باحث في التاريخ أن هذه المنطقة هي معروفة بالنمط لأن كاين أنماط غنائية تراثية بحال الحسبة النمط الحسباوي بحال الهوير بحال الحمادشة وهذا كله كيدخل لسي مصطفى كنقولوا التراث الشعبي اللي هو واحد الثروة كبيرة واللي غادي نقدروا ندخلوها في الآداب والقيام والعادات والتقاليد لان هذه وحنا مازال ان شاء الله راه غادي نقدموا انماط اخرى حنا دخلنا غير هذه الدخله وبغينا باش نيت حتى اللي غادي يقول لك واه اشنا هي العلاقه ديال الملحون بالاقليم ديال اليوسفيه كنعرفوا ان الملحون راه هو معروف انه تنقولوا خلاق فريساني وتربى مثلا وترعرف مراكش وفاس ولكن اذا هذه غير باش ما يبقاش واحد اللبسه سي مصطفى وحنا دابا غادي ندخلين معك دقه ياك سيدي مصطفى. نعم نحن الان في واحد المنطقة اللي هي كتعرف التنوع والتعدد طبيعة الثقافات العادات التقاليد وهذا كله يعني كيخلق واحد القوة واحد المكانة اللي كيعطيها لهذا الإقليم وكيعطيها لمدينة اليوسفية بالخصوص لأن هي اللي كيتوجد فيها هذا التنوع بشكل كبير. أما بالنسبة للإقليم بصفة عامة إذا خذينا الجزء الغربي منه كنلقاو أكثر تأثيرا بالنمط الحصباوي عجيب بينما الجزء الشرقي منه اللي كان مرتبط بمراكش وبالحوز كان تزيدوا فيه الحوزي نعم. بينما في الجنوب حيث كما أشرت ارتباط بشياد ما وارتباط بالإقليم الشيشاوة وداك الشيشاوة من ناحية الجنوب نعم. كان لقوا هذاك النمط ديال الفن ديال الغناء ديال الهوير بالإضافة بطبيعة الحال الخصوصية ديال الإقليم وهو كنلقاو نمط ديال ولاد إبراهيم نمط شعبي نعم. وكنلقاو نمط عند ولاد مني كذلك هذه الخصوصية ولكن داخل هذا التنوع كامل مما يجعل من هذا الإقليم راه مختبر طبيعة الحال مختبر كنوجدوا فيه جميع الأنماط الغنائية واللي ذكرنا الآن كاين حتى الأندلسي ما كاينش غير الملحون فقط فعلا راه حتى الأندلسي كما هضرنا في الكواليس قلتي لي راه كاين راه حتى الأندلسي لأن ربما حتى الناس اللي كانوا ربما هاجروا من الأندلس لما لا وجاوا تما كتب لهم الله باش يستقروا في اليوسفية بطبيعة الحال نعم. إذا سي مصطفى بغينا نمشيو دابا غير بغينا نتكلموا شويه على هذه الهضبه ديال القنتور اللي حنا لان هذه الهضبه ديال القنتور اللي صراحه غنيه بالمعادن وبالفوسفات ولان هذه الهضبه كنقولوا هي اللي عطات واحد النقطه قويه بالنسبه لهذا الاقليم واللي تنقولوا صراحه الخيرات كثيره حنا بغيناها بهذا المعنى ديال اليوسفيه تبقى في اليوسفيه لان بغينا هذه الخيرات وبالاخص كنهضر انا على الثروه اللي كاينه تماك توظف ولما لا يستافدوا منها ولاد البلد لان تنعرف الناس ديال اليوسفيه دائما تنقول حتى هما داخلين في ديك الخانه ديال كرم الضيافه وجمال المكان يا كاسي مصطفى عاد باش ندوزوا للناس ديال الحمر نعم تفضل سي مصطفى لا بعد كنبغوا نتكلموا على المدينه ديال اليوسفيه على الخصوص ولا نتكلموا على هذا الاقليم بصفه عامه نعم كيطلب منا ولا بدا واحد كلمه شكر نعم سيدي حتى سيد عامل الإقليم الله يودي
نعم. السيد عامل الإقليم منذ التحاقه بهذا الإقليم هذا نعم. كان هناك تتبع بطبيعة الحال من طرف يعني الناس ديال الإقليم إلى آخره. أهم حاجة قام بها مشكورا نعم. هي أنه قام بتشخيص للإقليم، وهذا التشخيص ساهمت فيه واحد مجموعة ديال المصالح عجيب. اللي هي مصالح ديال العمالة ومصالح إقليمية جهوية، وكذلك نعم. ساهمت فيه مصالح خارجية بالإضافة إلى أساتذة جامعية. وعطاو واحد تشخيص الإقليم وعطاو واحد هذا يعني كان واحد البادرة اللي هي نعم. شجاعة وطيبة. عطاتنا واحد تشخيص نعم. اللي عطانا واحد تفكير في نمط تنموي. هذا النمط التنموي بالإضافة لما هو اقتصادي للفلاحة واستخراج المعادن والتجارة إلى آخره عطانا القطاع السياحي. وفي التهيئة ديال هذا الموقع اللي غنهضروا عليه بطبيعة الحال بصفته بنوعه البيولوجي والأركيولوجي والثقافي والثقافي في هذا التنوع، وهذا كامل كيعكس واحد المجهود ديال السيد ديال العام الإقليم مشكور له اللي عنده هذا التصور اللي هو تصور متطور وتصور اللي يمكننا نعتبره حداثي وعصري، وكيدفع باش ينمي واحد الإقليم متطور لأنه عرف إمكانيات ديالو اللي متوفرة فيه. طبيعة الحال. أما على مستوى الهضبة اللي قلته أستاذ. نعم سيدي مصطفى. الهضبة هي امتداد لنجد القنتور. نعم. ونجد القنتور كنعرفوا حنا راه كيمتد حتى المناطق ديال قلعة السراغب. نعم. كيمتد على واحد المسافة ديال 150 كيلومتر. عجيب. والمادة المتوفرة فيه هي مادة الفوسفات. نعم. الجزء الغربي من هاد هاد النجد هذا هو اللي كنسموه حنا بهضبة ديال القنتور. القنتور نعم. هضبة ديال القنتور. نعم. إذا هاد الهضبة هي كتوفر بطبيعة الحال كيوجد بها الفوسفات. نعم. وكيتوجد بها الجبس. والرخام. كيتوجد مواد أخرى كذلك كتوجد بها بالإضافة إلى نشاط فلاحي كذلك. ولكن لا ننسى أنها كذلك كتوفر على واحد المجموعة ديال المياه. نعم. لوحه الخزينه ديال المياه طلعت الحال، وهي اللي اعطت مدينه اليوسفيه، لان اليوسفيه هي هيبه نجد القنتور، لانه لولا هذا النجد ولولا هذه الهضبه ما كانش يمكن تكون عندنا مدينه بالمواصفات اللي كنعرفوها والتطور اللي كتعرفوا الى اخره. نعم، وهذه غير واحد الكلمه صراحه اللي انا دوري نيت صراحه، لان حتى السلطات المحليه وفي على راسهم سعاده العامل، لان درت انا واحد الزياره ماشي بعيدة، وبصراحة تفاجأت لأن أنا اليوسفية ما شفتهاش تقريبا واحد 10 سنين، ولكن لقيت صراحة بنية تحتية، لقيت صراحة داكشي كنقولوا كتدخل كتفاجأ عليك بهذا المعنى، حنا ماشي غادي نبداو نعبروا شي تعبير آخر، ولكن ملي دخلت لقيت صراحة مصالح، لقيت ولكن اللي غريب وهو الناس، كنقول لك الناس صراحة مضيافين، كرم ضيافة، جمال المكان، وهذا الشيء صراحة تيبشر بالخير سي مصطفى. إذا غادي نمشيو حنا مزيان نديروا هذا الإطلالة سي مصطفى باش يعرفونا الناس، لأن حنا ماشي مباشرة غادي نمشيو ندخلوا نهضروا مثلا على الموقع الأركيولوجي، ولكن بغينا نديروا هذا الإطلالة وهذا التوطئة. إذا بالنسبة حنا هضرنا على لأن قلنا جوج ديال الوحدات أساسيتين اللي كيتكون منهم الإقليم، كما قلنا الوحدة الأولى اللي هضر عليها سي مصطفى هي ديال هضبة القنتور، إذا الوحدة الثانية اللي هو الساحل الأحمر، لأن إذا سي مصطفى هذا الساحل الأحمر قربوا لنا لأنه معروف فيه واحد النشاط فلاحي وفيه بزاف ديال الحوايج، وكذلك حتى التركيبة ديالو راه قديمة، راه كترجع العصر ما قبل القمري، لأن ربما كاين شي حوايج اللي ربما غادي نعرفوه من عند سي مصطفى اللي هو كأستاذ باحث في التاريخ. تفضل سيدي مصطفى. زين بالنسبة للسهل نعم نضيفوا واحد الإضافة. مرحبا سي مصطفى، أهلا وسهلا. أنه من الغرب عندنا جزء من هضبة المويسات. المويسات هي راه ذكرتيها قبيلة سي مصطفى. وكذلك غني بمادة الباريتين وغني بمعدن الجبس إلى آخره. نعم. الآن بالنسبة للسهل فهو ينقسم إلى قسمين. نعم. السهل الأول كنسموه سهل زيمة. زيمة اللي فيه البحيرة ديال زيمة بطبيعة. فيه البحيرة ديال زيمة، وهو مفتوح على المنطقة ديال راس العين وعلى خوارقة، على واحد الفضاء، على واحد الأراضي ذات خصوبة عالية، وكتوفر على واحد الفرشة المائية خاصة في منطقة راس العين ومنطقة الخوارقة، وكتعرف واحد النمو لواحد النشاط الفلاحي الآن بدأ كياخذ واحد الطابع ديال العصرانة. نعم. بدأ كياخذ هذاك الطابع ديال العصرانة لأنه بدأ عملية ديال استغلال المياه الجوفية من طرف واحد العدد من الناس. نعم. علما أن تقاليد هذه التقاليد القديمة لاستعمال المياه في القطاع الفلاحي تعادات ولا تقاليد قديمة. قديمة نعم.
هذه مداخل المنطقه وهذا غادي نرجعوا ليه بعد نبغوا نتكلموا على المنطقه ديال سيدي شكر ان شاء الله. اي بطبيعه الحال لان سيدي شكر حنا ما غاديش نتكلموا عليها اليوم لان غير باش الناس اللي كيتبعونا وبالاخص الناس اللي فيهم الغيره على الاقليم ديال يوسفية ابناء البلد اللي كنحييهم اللي كاينين داخل وخارج المغرب اننا ان شاء الله هذه غير الحلقه الاولى لان غادي نديروا مجموعه من الحلقات. علاش؟ لان برنامج ديال البلدان بطبيعه الحال واذاعه ميت راديو كتكون سباقه باش انا دائما تنقولها ان احنا ملي تندخلوا لواحد الاقليم ماشي تنقولوا غير عنده مؤهلات وخصوصيات اشنايا ولكن كنبغيو نقولوا هذا الاقليم هذه المؤهلات وهذه الطبيعيات وهذه المواقع كيفاش خصها تخرج للوجود. وبطبيعه الحال لان الموقع ديال ايغود اللي غنتكلموا عليه اليوم راه كاين مشاريع كثيره واللي هي في طور الانجاز واللي ان شاء الله غادي تعرف ربما اكثر من 30 مشروع من التهيئه ديالو من المسالك الولوجيه ديالو من المسارات السياحيه من بزاف ديال الحوايج اللي غادي ان شاء الله تساهم في التنميه ديال المنطقه بطبيعه الحال. اذا سي مصطفى غادي نتوقفوا وشويه بطبيعه الحال وغادي نكملوا ان شاء الله من بعد هذا الفاصل الموسيقي. اذا غادي نسمعوا واحد الفاصل اللي هو من نمط الشعبي وغادي نرجعوا معكم دائما على امواج ميد راديو.